البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كي صبحتوا؟ كي داير الاحوال اليوم؟ ايوا البنات، اليوم على الصباح غادي ناخد ان شاء الله واحد الاجر على الصباح. واحد البنيته تنعرفها مني كانت صغيره ودابا تبارك الله كبرات، زوجات ما شاء الله، ودابا راها حامله. ايوا تشهت عليا لاطاخت، لاطاخت حلوه ديال الفخيز. ايوا حتى انا ما غاديش نقول ليها لا، نتوما عارفين الاجر الكبير اللي في هذا الشيء، وقلت لها مرحبا. ودابا غادي نصايب ليها لاطاخت اللي بغات. المهم هنايا راني درت 100 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، زبده ديال العلبه لابخيغي، انا تنخدم بلابخيغي، وقبيصه الملح بيضه، ربع كاس ديال السكر سنيده، فانيا، وصافي. وغادي طربت هذوك الشيء كامل في الاول، ودابا غادي نبدا نزيد الدقيق شويه بشويه. المهم عيني ميزاني، ما عنديش واحد يعني ما عنديش واحد المقدار اللي غنقول لكم محدد ديال الدقيق، ممكن يدخل حتى 250 غرام، ولكن انا غير نشوف العجينه ديالي تجمعات. هي بعدا اصلا ما خاصهاش تدلك بزاف، يعني ما تدلكش غير تتجمع. اون فوا نشوفها تجمعات صافي نحبس. غادي نديرها البنات في الثلاجه تقبط راسها شويه، الا كنتو زربانين نديروها في الفريكو راه دغيا تشد راسها، ما عارفين راه فيها الزبيده وصافي. دابا البنات غادي نخدمها. نرفعوها بحال هكا، ونسرحها في المول. البنات عندي داك المول الاخر اللي فيه جنيبات مشنفين، ولكن انا مبغيتش ندير هذاك اللي فيه جنيبات مشنفين، بغيتهم يجوني سامبل بحال اللي تيديروا في لي باتيسري، بغيت جنيبات يجوني سامبل. من بعد غنقادها، نقاد لها الجنيبات ديالها. وهي البنات قديتها، غنرجع عاوتاني للفريكو نجمد واحد شويه، وعاد ندخل الفرن نتقبل شي تقيبات. دابا البنات ندوز انا نصاوب بطيبطات صغيورين ديالي، تقريبا ملي بدا رمضان ما صيبتهمش كاع هاد البطيطات، اليوم قررت نصيبهم. دونك راه الفون دو طارت ديالي راه تيطيب في الفران، وهو تيطيب انا درت العجينه ديالي ديال البطبوط، وناويه صراحه نخرج اليوم. وعاوتاني الله اعلم على حسب الظروف. المهم بعدا يكون هادشي عندي واجد، ديجا الا خرجت غنعمر غير البطيطات اللي نرجع ان شاء الله، وندير شي طويجين ديال شي حاجه فيت فاي، ولا نشري معايا شي حاجه من الزنقه. واحد ملي تيخرج و تيرجع ما تقدريش تعبي عاوتاني، خاص يكون داكشي كله يا اما واجد مخليه واجد في الدار، او تشري معاك شي حاجه من الزنقه. هادشي ما كان. وصافي البنات دابا غنبدا ندير البطيطات ديالي، غنحطهم فوق شي منديل ونخليهم حتى يخمروا. ها
شوفوا البنات الطيبطات ديالي، شوفوا جاوا منفوخين، جاوا زويونين البنات واعرين. صافي نكملهم ونعاود نتلاقى بكم. هما البنات الطيبطات ديالي عرفتي جاوا فنين مفشفشين كاملين، حمقوني هانتوما. شوفوا من الداخل، نحل لكم هادي، شوفوا كي خاويه من الداخل، جاوا غزالين. دابا غنصاوب البنات واحد الصلاد، ولكن ما غنوجدهاش كامله حيت فيها بطاطا مقليه، اما مقليه او في الفران. دونك غنخلي البطاطا هي لا ديرنيير شوز، بعدا نوجد غير هذا الشيء ونخلي البطاطا هي الاخرى، هذيك راه حتى نرجع ان شاء الله من الزنقه. ونديرو دابا هكا، ودابا غندير شويه ديال المايس. المهم الصلاد راه تنتفننوا كل مره تنديروا شكيل باش هكا ما نحسوش بالروتين، ولكن راه تيجيو زوينين البنات. وغندير شويه ديال الزيتون مقطع كحل بحال هكا. هذا هادشي تندير اختيار، يعني اللي بغى يزيد هادشي يزيدو، اللي بغى يدير حوايج اخرين يديرهم بحال طوماط سوريز. بحال انا اليوم ما غنديرش طوماط، يعني ماشي كل مره ندير طوماط سوريز، تنشكلو كل مره تنزيدو مكون نقصو مكون باش هكا ما نحسوش بلا روتين. ومن بعد البنات غادي ندير واحد الحقيق ديال الطون، نديرو بحال هكا من الفوق، وغادي نديرها في فيلم اليمونتير ونخبيها في الثلاجة. غادي نرجع ان شاء الله، تبقى لي غير البطاطا نقطعها مربعات صغيورين ونديرها فوق منها، يا اما نقليها او نديرها في الفران على حسب الكانة. هذا الشيء ما كان البنات، البنات عاد درت لها دابا الفيلم اليمونتير وغندير الثلاجة تنرجع ان شاء الله. ايوا انا البنات انا درت فيها دابا لا كريم باتيسيير من هذا المنبر، تنقول لكم كل شيء ماء تنقول لها هاني بالصحه والراحه. وانا البنات عمرت الاخرين ديالنا، غندير فيهم كيوي، ما غنديرش الفخيز حتى انا الفخيز تيضرني، انا مع المصران ما تنتحملش الفخيز. دونك غادي نعمرها دابا، نديرها في الثلاجه على ما نصيفطها ليها. هيا البنات لا طاغت جات زويونه، وهما ديالنا حنا البنات. يعني لا كريم باتيسيير درت كونتيتي اللي دارت ليا الشيماء واللي دارت ليا لينا حنايا، غير هي درت لها الفخيز وحنا درنا الكيوي، حتى هادو جاوا زوينين البنات. ايوا يا البنات نعاودها لكم كي الخرافه، ما خرجتش ما خرجتش البنات، ما ساعدنيش الوقت، وكانوا عندي شي حوايج كانوا لازم انهم يداروا، لازم انهم يداروا ودرتهم. دابا جيت نعمر معكم البطيبطات. بالنسبه للعمارة البنات درت شويه ديال الخس، هادي هذا الدجاج في واحد لا ماريناد، ودرت معاه لا شابلور وقليتو. وهنايا خيزو محكوك، خيزو محكوك سميتو ليشو ايناس تغششني، خيزو محكوك وليشو والبصله. ولاصوص، لاصوص فيها دانون مسوس والمايونيز البزار مليحه خل، هادشي اللي درت فيها. واحد شويه ديال سنيده، هادشي مكان هادشي مكان هادشي مكان. والكورنيشون حتى هو زدتو هنايا، تجي واحد العماره زويونه. تنسالي ندير فوق منه معتون شويه لاصوص. ايوا كما قلت لكم البنات نعاود لكم كي الخرافه، ما خرجتش، كنت ناويه نخرج ولكني لم اخرج وتريضت. تغطى ان شاء الله. تغطى ان شاء الله.
ونخرجو. هما البنات البيطاطي دابا غنزيد عليهم غير شويه لاصوص من الفوق ويكونوا واجدين. ايناس عندها العد التنازلي. سربي 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 ايناس سربي. شنو بغيتي؟ هذاك اللي كنديرو فيه دوك السكارات الصغيورين. دوك السكارات الصغيورين ها هما هنايا لتحت. ايش هادوك؟ شنو هما هادوك الساشيات ديالها؟ ما بقاوش دوك الساشيات. ايناس ايناس راه تدير هادشي دابا. هي نعم تدير هادشي. هادو طريفات ديال اللحم غدير معاهم بصيله و هاي انت راه مقطعه هادشي بصيله وفلفله خضراء وحمراء لاصوص صوجا ودكشي تطيب لينا الحيمات. وانا دابا غادي نبدا نقلي البيطات هنايا اللي غادي ندير فهاد الصلاد تندير لهم التصغير. ربط هذا العد التنازلي. سربي ايناس سربي عرفتي تتسطح انا وايناس في الكوزينه. يلا البنات هكا نكونوا سالينا الفلوق ديالنا. بصحة فطوركم. تهلاو فراسكم وبسلام عليكم.